نتكلم اكتر باستفاضه عن الدعم اللوجستي اللي احنا بنقدمه لصغار المربين، لاي مدى كمان احنا يعني يمكن هذا المشروع زي كافه المشاريع، مشاريع الدوله بتوفر فرص عمل لعدد كبير ايضا من الشباب والمزارعين، يعني عايزين نتكلم عن هذا الملف باستفاضه. طب احنا بنقول ان في تم تنسيق تام ما بين معالي وزير الزراعه ومعالي محافظ البنك المركزي لاعتبار مشروعات الثروة الخيرية لصغار المربين ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%. كمان تم الاتفاق والتنسيق ما بين معالي وزير الزراعة والبنك المركزي المصري لاستثناء صغار المربين والمزارعين واستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان وصغار مربي الدواجن من الشكل والشرط القانوني للتمويل والإفراج. معالي وزير الزراعه بصفته رئيس مجلس اداره المشروع القومي للبيتيلو اصدر تعليماته وتوجيهاته بعدم الزام صغار المربيين والمزارعين من الشباب الكاريين والسيدات بالزامهم برخصه تشغيل او تصريح مزاوله نشاط عند الاستفاده من المشروع القومي للبيتيلو، ولكن بنكتفي فقط بمعاينه ثلاثيه من قبل البنك الزراعي المصري وقطاع تنميه الثروه الحيوانيه والدجانه والهيئه العامه للخدمات البيطريه لنستوصف من وجود مكان مناسب للتربيه والتسميم. تبسيط وتيسير عمليه الحصول على تراخيص تشغيل كافه مشروعات وانشطه الثروه الحيوانيه والدجانه والعلاجيه يستفاد منها صغار المربين، بالاضافه الى تراخيص التشغيل للمزارع النظاميه. معالي وزير الزراعه اصدر تعليماته ايضا لصغار المربين باصدار ما يسمى بتصريح مزاوله نشاط لصغار المربين الذين يمتلكون حظائر تقل عن 100 متر. بالنسبه لصغار المربين كافه الدعم اللوجستي والفني والمالي ايضا يقدم لهم من خلال بروتوكولين تم عقدهم ما بين وزاره الزراعه والبنك الاهلي المصري والبنك الزراعي المصري والاتحاد العام لإنتاج الدواجن لتطوير ورفع كفاءة عنادرهم ومزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية تتعلق بزيادة الإنتاج وتقليل مصروفات التشغيل. طبعا هذا المشروع يعني بشكل أو بآخر بيعتبر من أهم المشاريع القومية اللي بتحافظ على الثروة الحيوانية وكمان بتساعد على تنميتها، ويمكن احنا كمان نزلنا قبل كده برنامج هذا الصباح في إحدى المحافظات وشفنا بعنينا هذا المشروع وإزاي كمان بيتم الاهتمام بالثروة الحيوانية وكمان تلقحها وحمايتها من أي فيروسات، يعني وإزاي كمان بيتم تنمية الثروة الحيوانية. لا مشروع مهم، مشروع هام جدا، و